ويلكم بيانفيني، اهلا وسهلا بيكم. معايا النهارده طياره هتعجبكم جدا جدا جدا، بجد هتعجبكم. يعني انا بنصح بالطيارات دي، شاشه روعه، فيها شاشه ممتازه، الارسال والاستقبال 5.8 من 10، مش 2.4 من 10، 5.8 من 10 على الشاشه على طول. يعني الصور بتيجي على الشاشه، الكاميرا 2.4 من 10، الكاميرا اللي بتصوره بتيجي على الشاشه هنا، والكاميرا يعني تعبانه شويه 720، بس الطياره دي رخيصه رخيصه بالنسبه انها بشاشه. يعني حسبه كل بلد وليها سعر، بكرر تاني، كل بلد وليها سعر حسب ضريبه المبيعات، حسب الشحن، حسب حاجات كتير. هي تمنها جديده خالص، من متوسط تمنها 45 تقريبا، 45 دولار، 45 دولار. الشاشه بتاعتها اتش دي يعني، وهاي كواليتي كمان على فكره، يعني نظام حلو. هي هنا 14 سنه ومكتوب بالعربي على فكره، يعني مكتوب فيها بالعربي بجميع اللغات. شاشه جميله، كاميرا حلوه، فيها واي فاي، والكاميرا اتش دي، ممكن تركب لها نظاره كمان، يعني تستقبل انها تركب لها نظاره. اوكي، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، تعالوا نفتح ونشوف قصتها ايه. وشويه مصانير وشويه ريش، بيجي معاها 2 شاحن، شاحن للبطاريه، هنا كده. اوكي، البطارية دي بتركب هنا. طيارة رفيعة وخفيفة وجميلة ومش محتاجة تصريح، وفيها كاميرا وكل الامكانيات اللي انت عايزها. بتحط هنا الكارت بتاعك. اوكي، هجيب لكم كارت بالمرة، ما بيجيش معاها كارت بالمناسبة، بس انت بتحط الكارت بتاعك هنا، وبتحط الكارت بتاعك هنا، يعني هي ممكن تصور هنا وتصور هنا. انا كنت مجهز الكارت اللي هنا، ونحط كمان الكارت اللي هنا. عايز ايد صغيرة دي، بس بيركب كده. ده كارت 16، حط اللي انت عايزه، حط اللي نفسك فيه. خلاص كده ركب، كده كده. اوكي، سهلة سهلة جدا. الحجارة، الحجارة كده. اوكي، اهم حاجه الباب ده اتاكد انه اتقفل كويس عشان ما يحصلش مشكله وانت طاير، لان لو الحجاره فصلت الطياره هتقع. يبقى اتاكد ان هو قفل صح. تمام، ممكن تركب له مسمار هنا، بيجي معاه مسمار، يعني بيجي معاه مسمار عشان يركب هنا. اوكي، بس انا هفك تاني عشان محدش يسيب الحجاره في الطياره، لان الكاميرا هتاكلها. الكاميرا شغاله طول ما الحجاره موجوده، والكارت برضو عايز تسيب الكارت مش مشكلة، بس الكارت خده معاك، خده معاك أحسن. يعني طايرة جميلة حلوة، رفيعة عشان ما يبقاش في مصد للهواء جامد، تقدر تجري بيها، تقدر تجري بيها جامد. 4 أنوار هنا، زائد في نور كمان هنا، والكاميرا هنا، وفي نور ورا كمان، يعني مدلعينها آخر دلع. الريموت كنترول بتاعها حدوته، بجد حدوته. احنا مش عايزين ده كله. كنت عايز اوريكم الاول الشاحن، عشان البطاريه دي هنا بتاخد 4 بطاريات. خلينا نشيل بطاريه هنا، بتاخد 4 بطاريات كده، خلاص مش هيشتغل. اوكي، اذا شلت بطاريه من البطاريات، تمام. لكن هنا اول ما افتح ده كده، اوكي، هنا الشاشه شغاله، الشاشه اهي. في ايه؟ اوكي،
وبتقولي البطارية بتاعت الشاشة، الكارت بيقولي كارت، في كارت جوه وبطارية الشاشة. انتوا كده مش شايفين كده، بتهيألي شايفين الكارت جوه وبطارية الشاشة. وبعد كده الزراير دي بتعمل ايه؟ بيكتب لي هنا الزراير دي بتعمل ايه. الشاحن بتاع البطارية ده شاحن بطارية الشاشة، الشاشة ليها بطارية لوحديها مستقلة، والريموت كنترول كريموت كنترول ليه بطارية 4 حجرات. اوكي، ده الريموت كنترول ليه 4 حجرات، لكن الشاشة لوحديها. ودي احلى حاجة فيها، ان عندي حجر 2 3، وهو بيقول لي الارساله قد ايه والاستقبال قد ايه. طبعا مهم انك تحتفظ بدول بعد ما تخلص، لان ده بسهوله بيتكسر، فده بيحميه انه ما يتكسرش. اوكي، احنا مش عايزين الشاحن ده ولا عايزين الشاحن ده ولا عايزين كل الحاجات دي، مش عايزينها. اوكي، تمام. نشغل الطيارة، الطيارة ليها مفتاح هنا، خلاص اشتغلت. شوية الأنوار بتاعتها ورا بنفسجي وقدام أبيض وأحمر وأخضر ومدلعينها. أول ما شغل ريموت كنترول خلاص هو عارف، هو عارف، عارفها من غير ما تناقش معاه يعني. الكارت هنا، هنا في كارت، قلنا كارت هنا وكارت هنا، في كارتين. تمام، بيقول لي فيديو وتسجل، اقول له عايز اسجل فيديو. اوكي، اب داون بلاي، ريكورد، لازم اطفي واشغل تاني عشان يعرف. كده عارف. اتمنى ان الصورة تكون باينة يعني، كده عارف. اوكي، تمام، بيصور نفسه كده، كده بيصور نفسه. اوكي، صورة حلوة. انت محتاج ايه اكتر من كده؟ انت مش محتاج حاجة، دي عشان الشمس يعني، دي عشان الشمس، اول ما تفتحها هتبقى كده عشان الشمس ما تعكسكش وانت شايف. انا عايز اسجل دلوقتي، بيقول لي عندي 2 كارت، كارت هنا، كارت هنا وكارت هنا، 2 كارت. تمام، تمام. انا عايز اسجل كده، بسجل. اوكي، كده بسجل على الكارت، كده تم التسجيل، اتكتبت كلمة ريكورد. اوكي، هو كده عمال بيسجل 3 سرعات، اول سرعة. تمام، تعال نطلع بره، طالما في في كاميرا حلوة كده نطلع بره، نطلع بره نشوف الصورة شكلها ايه. اول ما ادوس ستار اشتغل، هدوس ستوب هتقف، يعني هدوس ستار اشتغلت، هدوس ستوب هتقف. اوكي، ستوب وقفت، ستار اشتغل. اوكي، نشغل. صوتها حنين قوي، ما مش صداع يعني، مش صوتها مش بيصدع الدنيا، لا صوتها معقول.
هنا عشان تظبط الالتزام بتاعك، لان انا حاسس ان هي مش مظبوطه كاتزان. هي بتحدف كده، يبقى انا لازم اروح كده. اوكي هنخش جوه نظبط الالتزام بتاعها. ستوب، دوسنا ستوب وقفت. انا عايز اصور على ده، على ده، مش عايز ده، انا عايز الغي ده واصور على ده. ريكورد. اوكي يبقى انا هطفي واطفي دي وارجع اشغل من جديد. دي حجارتها ابتدت تخلص، عايزه تتشحن. اوكي كده ريكورد. اوكي يبقى تدوس دوسه وتستنى شويه، يعني دوسه كده وتستنى شويه عشان يعمل لك الريكورد بتاعتك، مش على طول يعني. اوكي اتزان، انا هطفي اطفي وارجع اشغل من جديد عشان نظبط الالتزام مع بعض. اوريكم حتى الالتزام بيتظبط ازاي. ستار ساعد. لازم تقف مكانها، ما تتعتعش من مكانها. هي هتلاقيها ظبطت نفسي. ظبطت نفسي. اوكي هي اتظبطت خلاص كده. يعني بتحدف سنة صغيرة، بتحدف سنة دي. اوكي تعاليلي انزلي. شكرا. بتحدف سنة صغيرة لقدام، قدام يبقى هنا. يبقى نعمل ستار برجع ورا شوية. اوكي رجعت ورا شوية، دول بيتهيألي معقولين. معقولة كده، ازاي كده معقول؟ معقول ازاي كده؟ ده معقول قوي. أوكي. اوكي معقول، معقول اتزانها. بتطلع حوالي 100 متر فوق، يعني تقدر تصور بالكاميرا على ارتفاع 100 متر فوق. اوكي نطفي ده ونطفي ده. اوكي لو ليك اي سؤال في الموضوع ده اوكي. انا هشحن بطارية، بطارية واضح انها تعبانة شوية، هشحنها وهنطلع نطيرها عالية على ارتفاع عالي ونشوف قصتها ايه. اشكركم مرة تانية.